فينا ما بكاش النهاردة وهو بيشوف مسلسل الاختيار؟ معركة البرث محفورة في ذاكرة كل إنسان، مهما عدت عليها سنين هتفضل موجودة، هتفضل تتحكي لأجيال وأجيال، عمرها ما هتتشوه. يوم 7/7/2017 الساعة 4 الصبح، كانوا هناك وكانوا مستعدين لأي اعتداء، كل همهم وكل توصياتهم ما بينهم ما خلوش حد ياخد حد مننا أو يمثلوا بجثثنا. كان لازم نفهم كلامهم كويس، والكلمة اللي لازم نفضل نقولها، ما اسمهمش طواغيت، اسمهم شهداء. أيوة، وده اللي لازم إحنا نقوله لولادنا ونعلمه لهم. الحرب اللي جاية حرب على ولادنا، حرب على عقولهم وعقدتهم. المسلسل ده بيبين لنا إحنا قد إيه لازم نعلم ولادنا، ولازم إحنا كمان نفوق عشان ما نلاقيش ولادنا في يوم من الأيام منضمين للتكفيريين باسم الإسلام. لو سألت أي طفل النهاردة مش هيعرف إيه هي أركان الإسلام. علينا إن إحنا نعلمهم. شهيد زي أحمد المنسي ده مستحيل كانوا ياخدوه غير من الخلف بالغدر، رصاصة ارتدت من خزان المية اللي وراه لحد ما وقعت واستقرت في قاع الجمجمة ومات بالطريقة دي. دي الطريقة الوحيدة اللي كان مفروض أو ينفع يموت بيها، لكن من الوش والله ما كانوا يقدروا عليه. كان حريص لآخر وقت إنه يلقن كل زمايله الشهادة علشان يموتوا وهم مقابلين ربنا وبينطقوا الشهادة. كل حد كان بيقع من فرقته كان بيلقنوا الشهادة لحد ما وقع هو وكان بيناطق الشهادة. أنا مش عارفة أقول إيه غير المخرج عظيم فعلا. ربنا يصبر قلب كل أهالي الشهداء وولادهم وزوجاتهم، اللهم آمين. الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا. أنا لسه عايش في هجوم جماعة دواعش التكفيريين علينا هنا في مربع البرس، دخلوا بكام عربية مفخخة وهدوا المبيتات وهدوا كل النقطة، وأنا لسه عايش 4 عساكر.